ماجدة اسكندر. انا اصلا كنت طبيبة اشعة ولما كنت بشتغل في مصر يعني في الثمانينات وفي بداية السنوات كان حصل لي مشكلة شخصية مع والدتي واختي اللي هي اتكسرت واتبهدلنا في المستشفيات، ما كانش في حد ياخد باله منها واحنا في نقص في التمريض في مصر. فانا اضطريت ان انا ادرب واحدة ست كبشار عند والدتي، ادربها ازاي ترعى مريض في الفراش، حمام السرير، تقلبها، تاخد بالها من الجرح، كل المهارات اللي احنا يحتاجها مريض فراش. وبعدين بعد كام سنة اكتشفت انه ناس كتير عندها نفس المشكلة. احنا في مصر عندنا المستشفى والبيت، ما عندناش حاجة بين المستشفى والبيت. فهنا نفكر ان احنا ازاي نبدأ برنامج للرعاية الصحية المنزلية يكون مقنن من خلال مؤسسات صحية، بحيث ان انا بدرب البنات والاولاد على مهارات الرعاية الصحية المنزلية وبيشتغلوا من خلال المؤسسات الصحية، وعلشان يبقى انا بضمن الخدمة الجودة بتاعت الخدمة، وبضمن كمان حقوق المريض والمسن في بيته، وبضمن حقوق مقدم الرعاية الصحية المنزلية. الهدف الرئيسي من الجمعية ان هي بتقدم وظيفة مقدم الرعاية، ودي بتكون للمسن او المريض او ذوي الاعاقة، فبيتصل بخدمة العملاء على طول، وخدمة العملاء بتوفر له مقدم رعاية مدرب على ده. مع حضرتك حنان من خدمة العملاء. تعرف ان طبيعة الشغل ان انت هتقعد مع مسن ترعاه في بيته، فهل المبدأ ده انت قابل بيه ان انت تقعد مع مسن هيحكي لك حاجات كتير عندك؟ المقابله الاولى احنا بنقعد مع مقدم الرعايه نحكي له على تفاصيل الشغل، لو اوكي هو موافق على كل الشروط وموافق على الشغل بنبتدي ادي له استماره ويبتدي يملاها، وبيبقى هو كده موافق على كل شروطنا وبنبتدي التدريب. من خلال الحوار معاه احنا بنقدر نقيمه تقييم مبدئي ليه، بنقيم نظافته، بنقيم مظهره، بنقيم شكله، وبعد كده بنبدا نملى الاستماره. والاستماره دي بتقيس كذا حاجه، سواء السيره الذاتيه بتاعته، سواء صفاته الشخصيه او الجسديه، كمان بنشوف القرايه والكتابه، قوه الملاحظه بتاعته، عشان دي حاجات مهمه جدا. ده من خلال بعض الانشطه اللي موجوده في الاستماره. التمريض نفسه في مصر مش مستحب بين الشباب، فكان لازم ندي كرامه للوظيفه. فلما ابتدينا كنا ثلاث هيئات، مركز خدمات المسنين في مدينة نصر، ودي مركز خدمي، مستشفى السلام في المهندسين، وده مستشفى قائم على الربح، كنا تحت المظلة بتاعت الهيئة القبطية الإنجليزية للخدمات الاجتماعية، وده كان الغطاء القانوني بتاعنا تبع وزارة الشؤون الاجتماعية. شفنا ان احنا نبتدي نسجل جمعية اللي هي جمعية الرعاية بالمحبة، والجمعية دي متخصصة، يعني بندرب البنات والأولاد على رعاية المرضى والمسنين في البيوت، وبنوظفهم من خلال الجمعية، بحيث انه العميل، انا بقول العميل اللي هو بيطلب الخدمة سواء لحد كبير في السن او لحد مريض، بيطلب الخدمة بموجب عقد بينه وبين الجمعية، بعدد الساعات اللي هو عاوزها، بعدد الايام اللي هو عاوزها، واحنا بنوفر الخدمة دي، بحيث ان انا حتى لو البنت او الولد خدوا اجازة بوفر البديل، بحيث ان العميل يبقى مطمئن رايح شغله وعارف ان في حد مسؤول جاي. فهي دي كانت القصة، ان انا تبقى رعاية صحية منزلية مقننة من خلال مؤسسة مسؤولة لتقديم الخدمة في المجتمع المصري. انا كان فارق معايا التأثير اللي احنا بنأثر فيه على الشباب، ازاي بشوف الشباب بيتغير لما بنفتح مواضيع، ازاي افكارهم بتتغير. فانا كان اكتر حاجة فارقة معايا ازاي ان احنا قادرين نعمل بصمة على شخصية الشباب ده، انما بيحتكوا بينا ويشوفونا ازاي احنا بنفكر، هما كمان عايزين يتطوروا، ودي كانت اكتر حاجة يعني مشجعاني وبسطاني في الخدمة دي. التدريب بتاعنا 4 شهور، بيبدأ هو بياخد بعض المعلومات، مين هو مقدم الرعاية، بندخل بعد كده على الصحة العامة والوقاية من العدوى، بياخد حاجة اسمها التغذية. في تقييم شخصي كل أسبوع بنعمله لمقدم الرعاية، بنقعد معاه بنقول له دنيتك شكلها ايه الايجابيات اللي انت فيها، ايه الحاجات الحلوه اللي فيك، دي حاجه بترفع من معنويتك قوي. ده من خلال منهج معد مجهز للكورس بتاع مقدم الرعايه. اتعلمت بقى في حاجات كتير، القيم بتاع مقدم الرعايه، ازاي الواحد يكون قد المسؤوليه، ازاي يحترم الناس، وتعلمت منها التعاون والصبر،
الحمد لله طالما حاسه اني بعمل عمل كويس وحاسه كويس وسعيده بيه ببقى مبسوطه جدا حتى لو ما كانش فيه تقدير. بياخد بعض المهارات العمليه زي مثلا ازاي يفرش سريره والمسن نايم فيه، ازاي يحمي مريض سواء كان غيبوبه او طريح فراش، ازاي يحرك مريض من السرير للكرسي من غير ما يأذي نفسه ومن غير ما يأذي المريض، ازاي يقيس علامات حيويه اللي هي عباره عن الضغط والنبض والتنفس والحراره. بعد ما جيت وابتدينا التدريبات لقيت انها لازمه وضروريه جدا جدا عشان اعرف احرك اعرف اتعامل، يعني ما شاء الله هنا بيعلمونا كل حاجه، حاجات بجد انا استفدت منها في حياتي الشخصيه وحياتي العامه. ومع كده كمان بناخد حاجه قيم واخلاق، فحسيت ان هي فعلا طلعت فيا حاجات جديده مش قادره اقول لك انا اتغيرت 360 درجه. اول حاله بالنسبه لي كنت خايفه قوي، هي كانت حاله زهايمر وكنت خايفه جدا. ان انت تهتمي بيه وتراعيه وكفايه ان انت بتشوفي الضحكه في عينيه، يعني حتى لو هو زهايمر ومش بيعرف يتكلم او كفايه عينيها لما تيجي تضحكي كفايه الطبطبه، يعني كون ان هي بتطبطب ديت بعد ما تعملي لها حاجه كويسه دي بالدنيا كلها اصلا. يعني ما تتصورش، يعني انا عايزه احط على راسي اشيل على راسي اللي بتقدم الخدمه لبابايا ومامتي لانها بتعمل حاجه انا مش قادره اعملها، نفسي اعملها ومش قادره اعملها، فهي بتقدم خدمه ربنا بيباركها وكمان عائدها ماديا حلو قوي. فانا بنصح الشباب والشابات اللي مش لاقين شغل وعمالين يلفوا، بدل ما تقفي في المحل 12 ساعه وتاخدي كلام فاضي ويخليك تمسحي المحل وقدام المحل وفي الشارع، لا انت في بيت مضمون في كل الامكانيات، عائد مادي محترم، ناس بتحترمك وبتقدر خدمتك، فوق ده كله ربنا شايف خدمتك الأمينة وبيكفك عليها. احنا النهاردة هناخد فرش سرير مشغول، طبعا احنا اتعلمتوا فرش سرير مقفول، مين يفكرني بيه كده؟ مقفول يعني ايه؟ مقفول يعني مفهوش حد نايم، فانا ايه بقفل الفرش. النهاردة هنتعلم حاجة مهمة جدا، ان انا افرش السرير بتاعي والمسن جواه. طب ازاي يا ميس كده؟ في حد بيعرف يعمل كده؟ فانا بعملها كده، عارفين ليه بعملها كده ناحيتي انا؟ عشان لما اقف من هنا وشدها تبقى سهله ان انا بفردها. انا فايزه عبد الخالق، حاليا انا عضوه في مجلس اداره جمعيه الرعايه بالمحبه. معرفتي بالجمعيه ابتدت من حوالي 14 سنه او اكتر من خلال مؤسسه جمعيه الرعايه بالمحبه الدكتوره ماجده اسكندر. اتعرفت عليها في حاجه ليها دخل بجمعيه تانية انا كنت فيها من قبلها، يعني اسمها جمعيه اثقال الاطفال مرضى السرطان. من بعد ما معرفتي بيها حصل ان والدتي تعبت، احتاجنا مقدمه رعايه من رعايه بالمحبه. طبعا انا عرفت من دكتوره ماجده هي بتعمل ايه، فاستعنا بمقدمه رعايه من عندهم. الحقيقه قعدت معانا حوالي شهر، ولما مشيت يعني لما مهمتها خلصت معانا ومشيت من البيت، الحقيقه كان حصل ارتباط جامد بينها وبين مامتي. وشاءت الظروف بعد كده ان مامتي تعبت قريب وتوفت من كام شهر، واحتاجنا برضو لمقدمه رعايه من الرعايه بالمحبه. وبالصدفه ان نفس اللي كانت معاها في المرض الاولاني هي اللي جت لها قبل الوفاه بيومين ثلاثه. وعايزه اقول ان يعني اللي عملته معاها برغم ان هم بيقولوا عليهم مساعدين تمريض، انما اللي عملوه معاها يفوق بكتير اللي اتعمل في الرعايه المركزه في مستشفيات مصر كبيره. يعني هو هيروح لمريض او هيروح لمسن وهو مسؤول ان هو يعمل الاكل للمسن ومسؤول ان يعمل له اكله تناسب حالته الصحيه، فبنبدا هنا احنا في فتره التدريب بنعمل مع بعض اكل، بتعلموا ازاي يعملوا وجبه غذائيه متكامله العناصر الغذائيه وكمان تكون غير مكلفه عشان خاطر كمان حتى في بيته لو هو حابب ان هو يعمل ميزانيه معينه لبيته يقدر ان هو يعمل الوجبات دي. يعني انا عايزه اقول ان كورس التدريب بتاعنا مش اي مكان بيقدر يديه او بيعرفه، يعني انا عارفه معلومات وحاجات عن التغذيه، يعني الناس لما بتسمعنا بره واحنا بنتكلم بيفتكروا ان احنا دكاتره، احنا مش دكاتره، بس احنا بناخد هنا تدريب مميز جدا. يعني انا خدت اكتر من مره كورس عن التغذيه، اكتر من مره عن التواصل، فالحاجات ديت بتدينا خبره في مجالنا كبير جدا. احب ان الناس تعرف دوت، يعني لما يحضروا كورسات عن تغذيه هيفيدوا بيتهم، هيفيدوا عيالهم، هيفيدوا بلدهم. فأتمنى أن يكون عندنا أعداد أكبر ودورات أكتر إن شاء الله. محتاجين النهاردة نتعلم شوية سلوكيات وإحنا بناكل،
انا عارفه انتوا زي الفل وانتوا بتاكلوا وما تزعلوش مني، لكن احنا محتاجين نتعلم شويه حاجات بحيث ان احنا لو العميل عزمني على ترابيزه الاكل معاهم اعرف ازاي اتصرف بطريقه صح من غير ما احرج او من غير ما اقعد وما اكلش. لما بنتجمع على ترابيزه الاكل لازم نبدا بالدعاء او الشكر، واحنا ممكن نقوله مع بعض دلوقتي قبل ما ناكل. شكرا شكرا لله من اجل جميع عطاياه، مش ممكن نحتاج ابدا للغير واحنا وياك. دلوقتي اول حاجه انا شايفه ان الاكل بعيد عني، فمش هينفع اقوم واروح مد ايدي كده اهو وهلب واجيب الاكل، فانا هعمل ايه؟ هطلب من اقرب حد للترابيزه ان هو يناولني السيرفيس بتاع الاكل. معلش بعد اذنك ممكن تديني سيرفيس الرز؟ بيكون في التدريب في رحله تدريبيه بتكون في الاسبوع الخامس من التدريب، بيطلع فريق التدريب والمتدربين بناخد كل حاجاتنا معانا زي المعسكر، بنروح وادي النطرون. في الفتره دي احنا بنقيم مقدم الرعايه من حيث نظافته، بنتابع نظافته، بنتابع التعاون بتاعه، العمل الجماعي، الامانه، تواصلوا مع زمايله، تواصلوا معانا، ودي فتره كافيه بتخلينا ان احنا نقدر نقول هو هيكون امين على تقديم الخدمه للمسن ولا لا. احنا هنا في جمعيه اصدقاء الاطفال مرضى بالسرطان واحد الصحه والامن. انا نهاد من جمعيه رعاب المحبه ومنتدبه في جمعيه اصدقاء الاطفال مرضى بالسرطان، بقالي 5 سنين في واحد الصحه والامل. بالنسبه للدورات التدريبيه في رعاب المحبه بيجولنا 3 ايام كل دوره تدريبيه، 3 ايام دول بيبقى فيه كل يوم في عدد ساعات معينه تطوع، فبيجوا الشباب بيساعدونا، بيقوموا بشغل تطوع زي ما احنا شايفين كده، او على حسب نوع التطوع اللي موجود، سواء بقى في الزراعه سواء في النظافه خارجيه. التطوع ده بيفرق معانا جدا وهم بيقدموه بحب شديد جدا لاطفال مرضى السرطان. مش بانه اخذ معلومات او مهارات، لكن بننزل بنمارس الخبره العمليه، ودي بتكون في دور مسنين او في مستشفيات. اسمه عصيات محمد، بقالي سنه وثلاث اشهر. لا كويسين جدا، وبصيرت وكلت وكل حاجة الحمد لله، أكلت البيضة بس وكلت وشلت كوبات اللبن. البيضة كويس. أنت بقول لك إيه، أنا عايز لو أنت تضحك عليا أنا عايزك تبقى ابني، إيه رأيك؟ ها؟ ولا يعني تتعري مني؟ أنا مدام حسن عبد الحميد، مدير الدار هدية بركات المسنين. عندنا احنا هنا دارين، دار للاصحاء ودار للمحتاجين رعايه 24 ساعه. عندي 65 مسن ومسنه، كلهم حالات صعبه، كلهم حالات رعايه محتاجين خدمه 24 ساعه. والحقيقه بنسعد برعايه بالمحبه، بقى لهم 20 سنه معانا، بنات وصبيان زي الفل مشرفينا، بييجوا يساعدونا ومجانا، وربنا يديهم الصحة ونفضل التعاون بيننا وبينهم على طول دايما إن شاء الله. في الدار بقالي 6 سنين، يمكن من أقدم الناس اللي هنا. طبعا دول ولادي، أنا بدعو لهم بالتوفيق وإن هم ربنا يعني يسعدهم ويديهم كل الخير. إحنا عندنا احتياج يعني رهيب للرعاية الصحية المنزلية في القاهرة وحدها. لما تبصي على الإحصائيات أنا ممكن أفتح 40,000 وظيفة النهاردة في القاهرة بس للقادرين على أنهم يدفعوا أجرة مقدم الرعاية الصحية، مش للي هم محتاجين، للقادرين على الدفع. يعني ممكن أفتح 40,000 وظيفة، وظيفة بتدفع عائد مش بطال وأمان في الشغل وليها قيمة
مش بس قيمة مادية، قيمة أدبية، لأن دي خدمة. أنا دايما أقولهم دي خدمة جنب قلب ربنا، أنا بخدم مريض ومسن محتاج، فدي يعني حتى لو ما خدتش عليها أجرة هاخد عليها ثواب. أنا أتمنى أن كانت تنتشر الفكرة وأنه يحصل إقبال أكتر من الشابات والشبان على هذه الوظيفة، وخاصة أن هم بيتعلموه في هذه الوظيفة ممكن ينفعهم في حياتهم الشخصية، مع أسرته، مع أولاده، مع والديه لو كبروا في السن. فهي يعني حتى لو فكروا فيها كأنها تجنيد، زي التجنيد سنتين أو ثلاثة من عمري، بعملها حاجة مؤقتة تبقى حاجة مفيدة لهم إلى مدى الحياة. أنا مبسوطة إن إحنا استمرينا العشرين سنة دولة، ومبسوطة أكتر بالفريق بتاع جمعية الرعاية المحبة اللي هو قائم بهذه الجمعية. إحنا الأوائل، الجيل الأول تقريباً اختفى من الصورة، والجيل الثاني والثالث هو اللي قائم كل العمل من التدريب، من الإدارة، من الحسابات، من متابعة مقدمي الرعاية. فدي حاجة يعني أنا فخورة بيها، وفخورة بالأولاد والبنات أو السيدات والشابات والشبان اللي هم بيشتغلوا معانا وبيستمروا معانا وبيقدموا الخدمة دي في المجتمع. أقول لهم كلمة صغيرة أوي، حبوا مصر، تو ما حبوا مصر وانتموا هيحبوا الدنيا كلها. بس